وضمن مساحتنا الخاصة بالطفولة اليوم رح نحكي عن حالة التوتر يلي بتصيب الأطفال بعمر وأيضا بعمر البلوغ والمراهقة، ويبدو أنه الوصول لطفل بحالة سليمة هي مهمة مانا كتير سهلة. رح نحكي أكثر عن حالات هي التوتر وكيف ممكن نحن نتعامل مع اختصاصية واستشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباحك يا رينا. يعني عم نحكي تحت الهواء كنا قد ايه الاعراض المؤديه لتوتر الاطفال مؤذيه. خبرينا اول شيء عن التوتر عند الاطفال خصوصا والاعراض اللي بيعانوا منها. يسعد صباحكم. رح نعرف التوتر للاهالي مشان يقدروا يميزوا بين التوتر والقلق اللي بيصيب اي طفل. تمام. هو رده فعل لاي تغيير يتطلب تكيفا واستجابه لواقع هو عم بيعيشه نتيجه ظروف جسديه او تغيرات جسديه او بيئيه او فكريه. بيتطلب من الطفل آلية معينة ليشتغل فيها، مشان هيك بيربى معه التوتر. التوتر بصير بعمر الانفصام الأول، عن يوم باللحظة اللي بينفصل فيها الطفل عن حليب أمه، من هون بيبلش نحن بنقول الإدرينالين يرتفع عند الطفل، بصير في عنده خوف، بصير في عنده قلق وتوتر إنه هو انفصل عن شيء محبب لإله، كان ماشي فيه مسار 6 شهور أو سنة أو سنتين حسب كل أم. الانفصال الثاني بصير أو التوتر الثاني اللي بصير بيعمل له رهاب للطفل هو انفصاله بس يخرج خارج هذا نطاق الأسرة، خارج المنزل، ويروح أول مرة على الروضة أو على المدرسة. هون بصير في عنده توتر مشحون بنوبات غضب. هاي نوبات الغضب نحن بدنا نكون كثير واعيين عم نتعامل معها بردات فعلنا نحن كأهالي تكون رايقه. المشكله اللي عم بتصير انه ردات فعل الاهل هي اللي عم تزيد توتر وقلق الاطفال. باللحظه اللي هو عم يبكي وانت متوتره، باللحظه وانت عم تحكي قدام الطفل انه لا ما تبكي، لا هلق رح تكون كثير مبسوط، نحن عم ندعم فكره البكاء عنده وفكره التوتر. لازم من كل الاهالي تكون واعي لموضوع انه انا بس شوف طفلي متوتر انا لازم اهدى، مجرد ما انا هديت توتره عم ياخده مني. الطفل ما عرف انه هو مكان غريب الا من نتيجه تكرار الكلام اللي انا عم بحكيه قدامه. بكره اول يوم رح يروح على الروضه، ما بعرف مين ممكن يكون، كيف ممكن تكون استجابته، ممكن يكون حده، هذا التدقيق ليل نهار، انت مع مين اجيت، مين طعمك، مين ضربك، مين ضربك، مين صرخ عليك، مين حكاك. هاي الكلمات احيانا الاطفال بيتهيأوا وبيحلموا باشياء ما بتكون صايره بالواقع، لكن نتيجه الاهالي وتوترهم بيتهيأ لهم حدا عم يصرخ عليهم، حدا عم يضربهم، فبصير في عندهم توتر داخلي. لنعالج مشكلات التوتر عند الاطفال اللي بتصير من عمر كثير صغير، وكثير عم يجينا استشارات بهذا الموضوع، انه الطفل بضله خايف، الطفل بضله متوتر، توتره الكبير اذا توتر ممكن يصرخ، ممكن ياخذ اي حبه بنادول سيتامول يروق شوي، لكن الطفل ما بيقدر يصرخ. الطفل مجرد ما كان متوتر بده يخرب، بده يخرب اي اله بالبيت، اي شيء ممكن يكون بين ايديه لحتى يقدر يفرغ هاي الشحنات، لانه هو ضمنيا فيزيولوجيه جسمه عم تتخربط، ما انا متوازنه، فهو مو عرفان شو الشيء يلي عم بخليه يفرغ نشاطه الالي باشياء موجوده قدامه. الاهالي كثير عم تكون بفترات توتر الطفل عم تضغط على الطفل انه انت ماما لا تصرخ، انت لا تتوتر، انت ليش توترت ووترتنا. هذا الكلام كله عم ينطبق على الام قبل الطفل. مجرد ما كانت الام هادي رايقه، حتى لو كان ادفع الاسباب، طبعا نحن ما عم ننظر باماكن معينه، كلنا كامهات صدقا بنغلط مع اولادنا، مو بنغلط لانه نحن حابين نغلط، لا، يمكن لانه عن غير قصد الحياه عم يعني عم بتخلينا ننجر بطريق بتوصلي لمحل انت ما عاد قدراني تتحملي ضغوطات الحياه وضغوطات هذا الطفل، وخصوصا اذا بدنا نحكي بعمر المراهقه، عم بيكون توترهم كثير فائض على شعورهم يلي هو فايتين بعمر جديد، فايتين بجو جديد، حاسين حالهم هن كبروا، هن متوترين منا، بطل يعجبهم حديثنا، بطل يعجبهم تصرفاتنا، هن صاروا اهاليهم دقه قديمه مثل ما بينحكى، انتم متخلفين اقل كلمه بيحكوها، انتم ما انتم مواكبين العصر، لانه اذا بدك تلحقي مواكبتهم للحياه هن شايفين الدنيا من منظور كثير مختلف. هذا التوتر اللي عم بصير او هاي المشاحنات اللي عم بتصير بين كل طفل واهله، نحن اللي عم نكون متوترين فعم نزرعوا فينا، نحن بنضلنا بنحاول دائما عم نرشدهم، دائما عم نوجههم، دائما بسن المراهقه بتبلش المواعظ يلي لا ضروري تعمل هيك، والتمرد. ضروري تنتبه، حتى نحن بنصير اكثر شدي عليهم بمواعظنا مو باسلوبنا وتصرفاتنا. اذا بنيجي بنشوف الصوره من برات الدائره بنلاقي انه نحن المتوترين من ورا توترنا هن عم
يتوتروا ويتصرفوا نتائج سلبية تكون علينا وعليهم. طب خلينا نحكي التوتر له درجات مختلفة وهي يعني فينا نستدل عليها من الأعراض. تماما، التوتر اكيد له درجات مختلفه حسب التغيرات اللي بتطرأ بالبيئه الاسريه. هو بشو مشحون؟ مشحون بمحبه ورعايه وعطف وام، والتوتر بالذات ما بده حوار. انا دائما بقول لكم لازم الام تحاور الطفل، لازم الام تحاور المراهق. بالتوتر مجرد ما الطفل حسته انه هو متوتر ببين عليه من القلق اللي بصير فيه، قله النوم، تسرب ضربات القلب، اصفرار في الوجه، بتحسيه هو عم بيروح ويجي، عم بيروح ويجي. تمام، بتحسيه هو ما له متوازن، هو مو خايف او قلق من 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 سبب معين له نتيجه معينه او سلوك معين او مثير معين له استجابه معينه. اذا صار هذا المثير ممكن يكون قلق، لا هو دائما متوتر. فمجرد ما كان الطفل او المراهق متوتر، نحن ما هون نحن ما لازم نحاور، نحن لازم نفرغ لهم طاقه. بتتفرغ الطاقات خصوصا بسن المراهقه او بعمر الطفل من 12 ل 17 سنه بالعزف، بالرياضه، بالموسيقى، بان اطلع امشي انا وياه، مو انا اللي احكي، هو اللي يحكي. هون مطلوب من الطفل هو اللي يحكي، مو انا احكي. انا مطلوب مني بهاي المرحله او بهذا العارض الفيزيولوجي اللي عم بصيب هذا الجسم انه انا اسمعه، لاعرف هو وين مرسى الامان عنده، انا وين فيني كون مرسى امان له لحتى هو يخف هذا التوتر له. نعم رينا، طب كيف هي الام هيك تخفف من حاله التوتر عند طفله؟ وهل اذا كانت شديده حاله التوتر الى اعراض مثل قضم الاظافر او شد الشعر او العدائيه تجاه الاطفال الثانيين ممكن تلجا لطبيب نفسي او اخصائي تربوي؟ تماما، ممكن يلجأوا اكيد لاخصائي تربوي اذا كان الموضوع هي حسيته كثير الطفل عم بيعاني من مواضيع سلبيه، ما عم بينام، دائما ايده بتمه، دائما عم بشد شعره، دائما عنده نبره صراخ. هو الطفل ممكن يكون يا بفوت بحاله سكوت بالتوتر يا بفوت بحاله هيجان وعصبيه، بتحسي كل شيء عم بده يعمل وكل شيء بده يعبر عنه بغضب. في اطباء نفسيين وفينا نحن نفوت بالاسترخاء وبالتنويم الايحائي، بالمساجات، بالاكسس بارز، بهي الاشياء اللي نحن بنحاول الطفل يكون متوازن شوي ومستقر بتشغيل مسارات الوعي. كثير عم نعمل حاليا دورات للاطفال او جلسات للاطفال ودورات للامهات اللي مشان ما تتكلف ماديا هي تخضع لدوره وهي تنفذ هذا الشيء مع طفله يوميا. الطفل المتوتر فوق 9%، طبعا في احصائيات، في تقييم، في دراسه فرديه علاجيه لكل طفل، كل طفل بيكون مستوى التوتر اقل او اكثر من طفل اخر. بنرجع بنقول حسب البيئه الاسريه، كان في انفصال بالاهل، كان في ظروف محيطه، كان في سبب وفاه احد الوالدين، تنمر من احد الاطفال على بعضهم كاخوات، في كثير اسباب عائليه ممكن نفوت فيها لنعرف الطفل درجه توتره قد ايه. كله بيتعالج بالاشياء اللي نحن ممكن نقدمها للاهالي من مساجات، من استرخاء، من تنويم ايحائي، من اكسس بارز. هاي الاشياء حاليا كثير صارت معروفه ومشهوره وعم بتفيد كل الاطفال. تمام، معناتها كانت النصيحه الذهبيه من حضرتك انه هي تفريغ الطاقه بموضوع التوتر وليس الحوار، ولكن كمان خلينا نقدم شويه نصائح للاهل بظل الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها والاجتماعيه. نحن عم نقول ببدايه الفقره بدنا نوصل لطفل متوازن سليم، ولكن اذا الاهل نتيجه هي الظروف ما عندهم يمكن هي الطاقه او القدره ليكونوا متوازنين، كيف ممكن نحن نتعامل مع اطفالنا بهي الظروف لنخفف التوتر عنهم؟ نواجههم بالمشاكل، نحكي معهم بصراحه، ولا نحاول مثلا نمثل او نعزلهم شوي عن هذا المحيط؟ انا برايي كاخصائيه وبنتيجه الاشياء والظروف اللي عم نمر فيها ما نحاول نفوت الاطفال بمودنا بمشاكلنا وبالضغوطات الحياة اللي عم بتصير، لأنه زماننا غير زمانهم. ما في داعي هن يعرفوا الغلا والأشياء، ما في داعي. نحن ممكن يكون في خطة مدروسة اقتصادية بالبيت، نحن عنا مبلغ معين بدنا نصرفه بفترة معينة، بس ما نفوتوا بهاي التفاصيل. إلنا عم ترهقنا، إلنا عم تعملنا مشاكل ما عم ننام فيها طول الليل. نحن الكبار الواعيين الراشدين عم نوصل لمحل إذا ما أخذتي باليوم مدري كم حبة سيتامول ما بتقدري تغفي أو تنامي. ونفس الشيء للرجال إذا ما أخذوا مثلا مميعات دم أو ما عم يقدروا يتأقلموا مع المحيط. طب هدول الأطفال شو ذنبهم؟ أو هذا سن المراهقة اللي هو فايت على حياة جديدة شايف فيها كل شيء حلو، ليه نحن نسود له هاي الحياة؟ طب ممكن مع الأيام وما في شيء بضل على تتغير الظروف، تتغير الظروف. طب ليش لأنا أبني له أساس سلبي؟ ليش لأنا تكون خطواته الأولى بحياته المستقبلية فيها عناء؟
خلص الطفل ما بيعرف شو يعني غني وفقير. حتى المراهق انا فيني مستوى معين مشيته عليه ضلوا ماشي عليه، حتى لو بدي يسال ليش فلان او ليش فلان اقل او اكثر، طب ما انت ما نحن ما نشوف الاكثر بخليه يشوف الاقل، فبصير في عنده توازن. برجع بقول لهم للاهالي التوتر اللي عم بصير من بالاطفال او بالمراهقين مو من المراهق ولا من الطفل، مننا نحن نتيجه حياتنا نتيجه ضغوطاتنا بنفيق مستعجلين، بدنا اياهم ياكلوا بسرعه، بدنا اياهم يلبسوا بسرعه مشان يروحوا على المدرسه، نحن مستعجلين، بنجي من الدوام نحن مضغوطين، نحن بدنا نلحق الكهرباء ونلحق نطعميهم ونلحق ندرسهم ونلحق ننام بكير، هذا التوتر عم ياخذوه منا فعم ينعكس عليهم. لحتى نبني طفل سليم ومتوازن نفسيا بس نبعده عن ضغوطات الحياه يلي نحن رسمت علينا اللي ممكن ما ترسم عليهم، وفي حال رسمت عليهم مع الايام هن مثل ما نحن كنا قد هاي الظروف هن رح يكونوا قدها، لكن اذا بتنتبهي نحن جيلنا كان متوازن صلب، عشان هيك لهلق نحن واقفين. انا بقول جيل اولادنا هذا ال17 وال18 هذا كثير منعنا، عاش بالخوف، عاش بالتوتر، عاش بالقلق، بتحسي ما بتامني عليه يطلع يجيب لك غرضين ثلاثه ويجي. طب هذا الطفل بعد كم سنه صار رجل وراشد وممكن مع الايام يصير يعمل مستقبل ويعمل اسره، كيف بدها تكون حياته؟ بدها تنعكس هاي الامور كلها عليه وعلى تصرفاته. نعم رينا، يعني كثير من المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ان شاء الله الكل يكون استفاد منها، اكيد بدنا نتشكرك وبدنا نقول لك ان شاء الله هيك بقيه نهار حلو مثل هالجو. شكرا لك. لكل كل ذوق، شكرا لكم. شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا، يعطيكم العافيه.